زيكم. كان في حاجة أسماء الشوارع عندنا على فكرة مش مختلفة كتير عن أسماء الشوارع عندهم. يعني إحنا دايما بنتضايق من أسماء الشوارع عندنا وبنقول مين اللي بيسميها وسمى كده ليه وبتاع، وإيه الأسماء الغريبة اللي هما بيحطوها لنا دي؟ ليه ما يحطوش مثلا حاجة زي مثلا شانزليزيه، مثلا أكسفورد ستريت؟ بس انت لو بصيت كويس يعني وبعدت عن ازاي الكلمه بتسمع في ودنك وحاولت تترجمها فعلا، هتلاقي ان مفيش فروق ما بين مفيش فروق ما بين الشوارع، اسماء الشوارع هنا واسماء الشوارع في لندن. يعني مثلا شارع اسمه كانون ستريت، شارع المدفع زي شارع الجيش عندنا. مثلا بيكاديلي سيركس، سيرك بيكاديلي عادي، سيرك قوم عادي جدا مفيهاش حاجة. مثلا زي ايه، زي كوينز رود، شارع الملكة بتاعت المكرونة كده كده. فلا هو ترجمها، ترجم مش بعيد. الشانزليزيه ده يطلع مثلا شارع البركة مثلا. فلا عادي، الموضوع عادي. يعني هو بس الاسم بتاع الشارع هو اللي بيسمع في الودن، بيبقى ليه تون كده معينة. فاهم ازاي؟ كوفن كده مش اكتر. انما هو الاسماء تقريبا واحدة، يا اما باسماء ناس يا اما باسماء حاجات يعني، بس مش اكتر. من جرين بارك، الجنينه الخضراء زي جنينه الحيوانات عندنا عادي جدا، مش اي حاجه. لا جنينه الأرمان، جنينه الحيوانات ما تمشيش في الموضوع، جنينه الأرمان. فالحاجات دي كلها عادي، مفيش ما تحطش في نفسيتك قوي يعني. بس شكرا.